سلام الله عليكم أعزائي التلاميذ، كيف حالكم؟ درسنا اليوم في التعبير الكتابي يتحدث عن قصة خرافية بعنوان الناجتان. في نهاية هذا الفيديو سوف يصبح المتعلم قادراً على أن يملأ مخطط المثل الخرافي الناجتان انطلاقاً من الصور والمبينات، يوظف مكتسباته اللغوية في إنشاء نص ينتمي إلى المثل الخرافي معتمداً على المخطط وملتزماً بالمبينات. عزيزي التلميذ، عليك أن تتابع مع المعلمة أثناء طرح الأسئلة. توقف تشغيل الفيديو وتكتب إجابة من عندك، ثم تعود إلى الفيديو لترى الإجابة المقترحة. تملأ مخطط القصة بمساعدة المعلمة. احذر من أنا؟ أنا نوع من أنواع النصوص الأدبية، أنا قصة قصيرة يدور حواري على ألسنة الحيوانات أو النباتات، أحداثي تحصل في عالم الإنسان، أنقل إليكم عبرة أو قيمة أخلاقية، بنيتي لا تختلف عن بنية القصة، فمن أنا؟ أحسنت، أنا المثل الخرافي. استعن بالرسوم الآتية لتروي حكاية مستوحاة من المثل الخرافي ملتزما بالمبينات. حدد الكلمات المفاتيح. أحسنت، الرسوم، حكاية، المثل الخرافي، المبينات. المبينات، ألاحظ المشاهد وأملأ مخطط الأقصوصة مستندا إليها. أوسع المخطط فأعين الشخصيات والزمان والمكان في الفقرة الأولى وأضمنها الوضع الأول. أكتب العنصر المبدل وما نتج عنه من أحداث وصولا إلى تأزم العقدة في الفقرات اللاحقة. أختم بالوضع النهائي الذي أراه مناسبا. أضمن القصة حوارا بين الشخصيات. أضع عنوانا مناسبا للقصة. استعن بالرسوم الآتية لتروي حكاية مستوحاة من المثل الخرافي ملتزما بالمبينات. ماذا تشاهد في الصورة الأولى؟ أحسنت، أشاهد ناجتين. كيف تبدوان؟ أنت رائع، إحداهما سمينة والأخرى هزيلة. وفي الصورة الثانية ماذا حصل؟ رائع، هناك تبدل قد حصل، وهو أن الناجة السمينة نظرت إلى الهزيلة باستخفاف. بأي أسلوب خاطبت الناجة السمينة الهزيلة؟ رائع، خاطبتها بلهجة المتعالي على الآخرين. وفي الصورة الثالثة ماذا حصل؟ أنت رائع، وصل شخص يحمل سكينا إلى المرعى. من هو هذا الشخص يا ترى؟ أحسنت، إنه اللحام. برأيك ما الذي يريده هذا اللحام؟ رائع، جاء ليختار ناجة من نعاج الراعي. وفي الصورة الأخيرة أي الناجتين اختار اللحام؟ أحسنت، الناجة السمينة. كيف عرفت ذلك؟ أنت رائع، لأن الناجة السمينة تبدو خائفة والناجة الهزيلة تبدو مطمئنة سعيدة. والآن بعد قراءتنا لهذه الرسوم، تعالوا لنملأ مخطط الأقصوصة معا ملتزمين بالمبينات التي مرت معنا سابقا. نعود للوضع الأول، أين تعيش الناجتان؟ أحسنت، تعيش ناجتان في مرعى بهدوء وسلام، يسيطر على المرعى الحب والأمان. تتبادل الناجتان أطراف الحديث عن العشب وجمال المرعى. ما الذي بدل الأحداث؟ أحسنت، العنصر المبدل. نظرت الناجة السمينة إلى الهزيلة الضعيفة باستخفاف، اعتبرت أنها أجمل منها بكثير. سيطر الحزن والأسى على وجه الناجة الهزيلة. كيف تسلسلت الأحداث وصولا إلى العقدة؟ رائع، تنمرت السمينة على ضعف الهزيلة ونحول جسدها. وصل اللحام إلى المرعى، أخبر اللحام الراعي بأنه يريد شراء ناجة سمينة تنفع للذبح. دله الراعي على الناجة السمينة، رآها اللحام فأعجبت. لاحظت الناجة السمينة ذلك، شعرت بالاضطراب والهلع. لجأت الناجة السمينة إلى صديقتها لتطلب المساعدة منها. أما الحل؟ اطمأنت الناجة الهزيلة لأن السكين لن ينال منها. نظرت إلى السمينة قائلة،
أرأيت فعل السمنة بك؟ وفي النهاية ما الذي حل بالنعجة السمينة؟ رائع، أخذ اللحام النعجة السمينة ولم تنجو من سكينه، فما كان مصيرها؟ هيا بنا نتوسع في أفكار الموضوع. الوضع الأول، تعيش نعجتان في مرعى بهدوء وسلام، حيث يسيطر على المرعى الحب والأمان. هنا يمكنكم أن تصفوا المرعى والنعجتين وكيف كانتا تعيشان. سأضع في متناول أيديكم بعض الاقتراحات. المرعى مثلا عشبه أخضر، بينما كانت إحدى النعجتين سمينة مكتنزة باللحم، صوفها نظيف، جسمها بحالة صحية ممتازة إلى آخره. أما الأخرى فكانت هزيلة كثيرة المرض، صوفها لا يكاد يغطي جسدها الثابل. تتبادل النعجتان أطراف الحديث عن العشب وجمال المرعى، فمثلا تقول النعجة الهزيلة: ما أكثر نعم الله علينا، انظري إلى المرعى كيف أنه يموج بالعشب الأخضر الطري، معك حق إنه رائع، كما أن صاحبنا إنسان كريم ولطيف معنا. أما العنصر المبدل، نظرت النعجة السمينة إلى الهزيلة الضعيفة باستخفاف، فمثلا نقول: لما لا تأكلين أكثر؟ فربما ينمو لحمك ويتغير شكلك الهزيل. اعتبرت أنها أجمل منها بكثير. سيطر الحزن والأسى على وجه النعجة الهزيلة، فمثلا يمكننا أن نكتب: آه يا صديقتي كم أشفق عليك، فأنت نحيلة جدا وذابلة، ولن تحظي برضا راعينا. انظري إلي ما أبهاني، ما أجملني وما أحلاني. الجمال هبة من الله وليس من صنعك، فلا يحق لك أن تتفاخري به علي. السمنة قد تؤدي بك إلى الذبح. تسلسل الأحداث نحو العقدة. تنمرت السمينة على ضعف الهزيلة ونحول جسدها، فمثلا نقول: استخفت بنحول جسدها. وصل اللحام إلى المرعى، أخبر اللحام الراعية بأنه يريد شراء نعجة سمينة تنفع للذبح. دله الراعي على النعجة السمينة، رآها اللحام فأعجبت. هنا يمكننا أن نقول: سأل اللحام الراعي عن رأيه فنصحه بأخذ النعجة السمينة. أخذ يقلب النعجتين، أخذ يتفحص لحمهما وصوفهما. أعجبته النعجة السمينة لأنها مكتنزة باللحم. لاحظت النعجة السمينة ذلك، شعرت بالاضطراب والهلع. هنا يمكننا أيضا أن نقول: تابعت النعجة السمينة ما يجري بين مالكها والجزار. سمعت النعجة السمينة ما قاله الراعي، أحست بقرب نهايتها واسودت الدنيا أمامها، شعرت بأن قلبها يكاد يتوقف من الخوف. لجأت النعجة السمينة إلى صديقتها لتطلب المساعدة منها، فمثلا يمكننا القول هنا: ركضت مسرعة إلى صديقتها النعجة الهزيلة وهي تبكي لشدة الخوف. قالت بصوت مرتجف لصديقتها الهزيلة: أخبريني يا أختاه، هل تعرفين الرجل صاحب السكين؟ الحل: اطمأنت النعجة الهزيلة لأن السكين لن ينال منها، فمثلا نستطيع أن نكتب: تابعت النعجة الهزيلة حياتها. نظرت إلى السمينة قائلة: أرأيت فعل السمنة بك؟ ابتسمت النعجة الهزيلة وذكرت صديقتها كيف كانت تهزأ بها لأنها هزيلة، وكيف أن السمنة كانت سببا لنهايتها. الوضع النهائي، أخذ اللحام النعجة السمينة ولم تنجو من سكينه. أيضا نستطيع أن نكتب مثلا: أخذ اللحام النعجة السمينة وذبحها. ونكمل التكليف البيتي، كتابة الموضوع. بعد أن تنتهي من الكتابة أنجز التقويم الذاتي بنفسك. وفي الختام دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.